رجع مرة تانية، ولكن ماذا قال سامي قمصان مدرب عام النادي الأهلي عن ميشيل يانكون؟ ونرجع نشوف طبعا ماذا قال سامي قمصان ونرجع نكمل. تحياتي ليك طبعا كابتن اسلام، وسعيد طبعا اللي انا معاك، وسعيد اكتر اللي مشيل معاك. واحد من الناس اللي اشتغلت باخلاص جدا في النادي وساعدت في تطوير مستوى الحراس اللي في النادي. قضينا فترة كبيرة جدا مع بعض، سواء مع مستر فايلر او مستر موسيماني او الفترة اللي انا كنت متولي فيها المسؤولية. راجل شخص طبعا جميل جدا على المستوى الشخصي والانساني، هو عارف مدى حب ليه وتقديري ليه. على المستوى الفني برضو نفس القصة، اتمنى له كل التوفيق، وهو مش بعيد عننا، هو قريب مننا، ان شاء الله يؤدي دوره كويس على اكمل وجه في قطاع الناشئين ويرجع تاني ان شاء الله لمكانته. وهو عارف اللي جوايا اكتر من اللي انا عاوز اتكلمه، يعني اتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله لنا لقاء ان شاء الله قريب باذن الله. جميل سامي. Sammy, c'est extraordinaire. Sammy, on a commencé ensemble. Il m'a bien accueilli. Et voilà, c'est un très bon entraîneur. Il parle de moi, mais c'est un très bon entraîneur. Je l'ai vu travailler ici tout seul. Il a fait de très bon travail. On a toujours une très très bonne entente. Et ça a toujours fonctionné directement. وفي تعامل مباشر مع بعض بشكل بوكو 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 دو ريسبي، وفي احترام كبير جدا ما بيننا. سا سي تري امبورطون، وده مهم جدا الاحترام. ترافايي دون ميم سانس، نشتغل في نفس الاتجاه.